وقت له واللعب ليس في هذه الدار. بدك تلعب وتلهو معلش، بس اجعله بسيطا واجعل اللهو واللعب من أجل أن تنشط إلى العمل الصالح. يا شباب اشتغلوا بحفظ القرآن الكريم، يا شباب اشتغلوا بفهم القرآن الكريم، يا رجال يا أخوات اشتغلنا واشتغلوا بتطبيق آيات القرآن الكريم. خلينا نشوفك من مجلس علم إلى مجلس علم، خلينا نشوفك من عمل صالح إلى عمل صالح أكبر، حتى تكون من الذين يتأهبون لدار القرار، مكان ما بدك تستقر. هلا إذا نحن كنا طالعين سفر على حلب وبدنا نستقر بحلب، قام الباص بنص الطريق نزلنا استراحة، قال يا جماعة في استراحة هلا نص ساعة زمان. بالله عليك أنت بهالنص ساعة بتروح بتبني بيت؟ تقول يلا اتصل بالمهندس خلي يبني لنا بيت، اتصل بالمهندس خلي يساوي لي مزرعة، اتصل بشخص خلي يعمل لنا دورة كرة قدم؟ بهالنص ساعة أنت هيك بتعمل؟ ولا هذه النص ساعة يعني هي استراحة، لكن دار القرار البيت اللي بدك تبنيه بتبنيه بحلب، بتبنيه في المدينة التي أنت ذاهب إليها. نحن يا إخوان أنتم مخلوقون للجنة، كل واحد بيناتكم، أنت اعلم أنت مو مخلوق للدنيا، أنت مخلوق للجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في ليلة الإسراء لقي إبراهيم عليه السلام فقال بلغ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيسلم عليكم وعلى رسول الله السلام وعليه السلام وعلى أنبياء الله السلام، وأعلمهم أن الجنة قيعان، الجنة أرض مستوية صالحة للزراعة ممتدة تربتها طيبة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل ما بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنغرس لك شتلة بالجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شتلة بالتاني. فأهل أدما بتكون زرعوا بساتين بالجنة يا أخوان. ذكر الله تعالى يغرس لك سرورا في الجنة، العمل الصالح يغرس لك سرورا في الجنة، الطاعات تغرس لك سرورا في الجنة. وإذا واحد لا سمح الله بهالدنيا انشغل عن الذكر واشتغل عن العمل الصالح بيطلع بكرة على الجنة يجد إخوانه سبقوه بالخير. فيا شباب شدوا همتكم بالذكر، شدوا همتكم بالقرآن، شدوا همتكم بالعلم، شدوا همتكم بالعمل الصالح، شدوا همتكم ببر الوالدين، اجتهدوا في سوق الخير إلى العباد، اجتهدوا في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، حتى إذا مات أحدنا يوم يموت فيرى مقعده من الجنة فيسر سرورا كبيرا.